السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقيكم في احوال طيبه. صباحكم مبروك، بديت معكم هذا الفيديو مع الصباح. يلا غدا الخدمه غير شي غيب يبين لكم. شو سبحان الله، واخا كنفيق بكري وندير هنايا ودير هادي ودير هادي، ما عرفتش عيني شتي. نبقى دابا مثلا نفيق مع 6 الصباح، ما نخرج حتى ل 6 ل 10، كيبقاو عينيا هكا منفوخين. حتى كنخرج نشوف الضو ديال البرا عاد كيوليو شويه. كي صبحتوا لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ قلت اليوم غادي نصور معكم من الصباح قبل ان شاء الله ما نجي مريض الخدمه. يلا غادي نمشي، ولكن قبل عندي شي وثائق هكا اداريه، وهذا غادي نمشي نصايبهم على برا عاد غادي نمشي للخدمه. مهم قلت نبدا معكم الصباح، ما كدوش شي حاجه سبيسيال. كنخرج مع ديك 8:28 من الدار، كنمشي للخدمه، ما كنعاود نرجع للدار حتى 4:30 د العشيه. يعني طول النهار ما كتكونش عندي شي حاجه سبيسيال ابار ملي كنرجع، يعني ملي كنخرج الا عندي شي حاجه نمشي نقضيها على برا كنمشي نقضيها، سينو كنجي ديريكت للدار كنرتاح شويه. بين ما كيود العصر كنصلي وكنوضع عاوتاني باش نوجد الكوتي للبنات. المهم عندي شي حاجه غادي نصايبها والشغل. المهم شغل الدار هذا هو كيدوز نهاري وسط السيمانه، يعني ما كتكونش شي حاجه دو سبيسيال. الا النهار اللي كنخرج من الخدمه ونمشي نقضي شي غارات كيخرج مني، يعني هذيك هذاك البوز اللي غادي نجي نورمالمون نجلس نرتاحو في الدار كيمشي لي ملي كنخرج نقضي الغارات. فوالا، يعني عندي داك الويكاند فقط، داكشي علاش كنحاول في الويكاند نيفيتي انني نشقى، وكنحاول الويكاند اكثر ما كنطيبش الويكاند في الدار. سكي الفراس السيمانه كامله والانسان تيطيب وتيشقى كتخلي هذاك الويكاند. دي فوا والله العظيم البنات الا دي فوا نهار اثنين كتصبح ليا الدار حالتها، كنقول لا يقلب خليو داكشي هكذاك، حيت صراحه راه الشغل ما تيتقاداش. ماعرفتش، حاولت لو ماكسيموم بوسيبل باش نخلي الدار تبقى نقيه، وما يمكنش، راه مستحيل تقولوا تجمعوا البلاصه وتبقى هي هذيك، امبوسيبل، ما يمكنش ما يمكنش. انا بعدا بالنسبه ليا انا كنشوف الدار اللي فيها الدراري الصغار ما يمكنش تجمع، واخا كتعوديهم على هكا الترتيب وهذا، لا بد لا بد، ضروري ضروري كتكون الروينه. اقل حاجه كترفي في الليل وهذا شويه، ولكن ضروري كتكون الروينه. دونك واحد القضيه، بناتي كنخليهم يلعبوا يشبعوا، ماشي لا ما ترونش هنا، لا ما ديرش هذا، على مالي بالسلامه. شحال غادي نعيشوا حنا في هذه الدنيا؟ واش غادي نبقاو دايمين فيها؟ خليوا وليداتكم يلعبوا، راه ما يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم الدنيا راه كتجمع، راه ما يمكنش تجمع. اقل حاجه كنبغي الكوزينه ما نصبحش فيها مثلا المعن، ضروري يقدر تمشي ونتكاو شي واحد بغى شي حاجه ينوض ياكلها مع العيال. حنا تنيفيتيو داك الماكله ديال الليل، الله يجعل لا مرون مرون تحت غير دوك الكيسان ديال الشرب، يعني غير اللي يشرب شي كاس ما كيعاودش الاخر يشرب فيه. المهم كي قلت لكم الروينه ما خش شي منها. دونك الانسان يدير علاش ما قد، غير الانسان كيحاول هكا شويه يطرف وصافي. اما ديك المثاليه 100% راه ما كايناش، يكذب عليكم الكذاب. كندير بروغرام ديال السيمانه على اساس مثلا اثنين شنو غادي ندير، كنفرق لي طاش، ولكن ملي كنجي نشوف مثلا في الاخر النهار راه ما يمكنش كديري 100% ديال داكشي اللي كنتي بروغراميه، كتخرج لك شي حاجه كتصدقي في شي حاجه. دونك الا درت 80% ديال داكشي اللي كنت ديجا بروغراميه راه ما نقولها لحد. فوالا، غير حيت الاكثريه التعاليق الناس تيمشيو غالطين، راه حنا حياتنا راه تنبينو لكم 10%، يمكن كنبينو لكم غير ديك الوقيته مثلا اللي كتكون الدار مجموعه كيصحاب لكم واش الدار. شتي شكون اللي غنقول لكم ممكن ان الدنيا تبقى عندهم مجموعه اللي كتلقي مثلا غير مرا والراجل مازال ما عندهمش الوليدات؟ هادوك ممكن ان البلاصه اللي تجمعات كتبقى مجموعه، ما كاينش اللي كيرونها. هادشي لا كان الراجل منظم، الا كان شي راجل حتى هو، كاين بعض الرجال الله يهديهم اكثر من الدراري الصغار، انت تجمعي قنط وهو يرون قنط. سينو ملي كيكون الكوبل هكا متعاونين وهذا، في ديك الحاله فقط اللي نقدر نقول لكم كتبقى الدنيا مجموعه. راه كاين دي فوا كنحاول هكا
نبقى محافظه على داك النظام. ولكن راه كيكون واحد النهار اللي كنكون عيانه ميته، راه حوايجي ملي كنجي كنحيدهم راه ما كنردهمش بلاصتهم، شتي؟ لا غير شديتهم ورميتهم هكا فوق الباب باش من هكا نرون بهم الدنيا، راه ما نقولها لحد. دونك داكشي علاش ما تكلفوش على راسكم، صحتكم هي الاولى، اللي قديتو عليها ديروها، اللي ما قديتوش عليها خلوها لغد ليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. راه لي ماما الله يحسن العوان، سيختو دابا كنعرف اكثر يد لي ماما مستريسين مساكن مع الامتحان ديال وليداتهم. ها تبارك الله اللي كاين في التاسعه والسيزيام والباك، عاد لي كلاس الاخرين حتى هما عندهم الامتحانات في الاخر العام. دونك بشويه عليكم وعطيو شويه الراحه لراسكم وصحتكم هي الاولى، اللي قديتو عليها ديروها، اللي ما قديتوش عليها ارتاحوا شويه حتى ترتاحوا ونوضوا ليها. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات. المهم صباحكم مبروك، نمشي انا نوصل كي قلت لكم نقضي شغالي ونمشي لخدمتي، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. وهنا رجعت معكم. المهم من الصباح ما شفتونيش، هاجي نشوف شحال في الساعه. هيا شفت بالكم بالضبط 9. يلا دخلت، خرجت من الخدمه مع 4:30، مشيت عند ماما طليت عليها هي الاولى، دست عند سناء اكلان دي كوموندير السيده اللي فرشت لي الصالون. ماما مسكينه دارت واحد لوبيراسيون، مشيت عندها بحكم هي صديقه ديالي في مرتبه الاخت، وهي مرت خالي في نفس الوقت. المهم مشيت عندها طليت عليها، شفت ماماها مسكينه على سلامتها. دعيو معها البنات، دعواتكم معها بالشفاء. مسكينه كي قلت لكم دارت واحد لوبيراسيون، كتسنى لي زاناليز باش تعرف شنو عندها. ان شاء الله خير يا ربي تشافيها وتحفظها لوليداتها يا ربي. وعلى ذكر سناء، عارفه البنات بزاف طلبتوا مني جوله في الصالون، كنت هالبنات كنقول حتى نسالي حيت بقاو لي غير شي حاجه خفيفه، شي ديكورات. الديكورات مازال ما خديتهمش بحكم ان شاء الله تنقول هكا في شهر 7 الا كتب قبل العيد ولا في الاخر الدهر نطلع لكازا. داكشي علاش الديكورات ما خديتهمش، قلت حتى نمشي لكازا. المهم كي قلت لكم عاد دخلت، راه باقا الدنيا هنايا مورايا مرونه. المهم ديروا عين شفت عين ما شفت، كي قلت لكم قلت غادي نمشي لكازا ان شاء الله، وديك الساعه غادي ناخذ الديكورات. داكشي علاش ما بغيتش ناخذ دابا والو. المهم غنصور لكم ان شاء الله، انا كنوعدكم قريبا ان شاء الله غنصور لكم جوله في الصالون، غادي نوريكم الديكور. نحاول نقلب على تصور قبل حيت ما عنديش، لان ضروري تشوفوا، ما صورتش لكم زعما فيديو، ضروري تشوفوا قبل باش يبان لكم الفرق ما بين قبل وبعد. سناء الله يعطيها الصحه زعما حطت لي داكشي كومي الفول، هي لا جميله. داكشي اللي بغيت هو اللي داروا ليا كيف ما بغيتو. الحمد لله ما تعذبت ما حتى شي حاجه. اون فوا كنقول لهم اللي بغيت اللي بغيت، يعني ايفيتيت هذاك الدوران على التواب وداك الدوران ديال لا هادي جات مع هادي ولا. الحمد لله في داري من تليفوني هادي لا شوفي هادي، هما زعما تيتكلفوا بكلشي الله يعطيهم الخير، هنوني بزاف بزاف. والصالون خدا مني وقت كبير، علاش؟ حيت اون فوا بديت كنصايبو جات الكونفينمون، جلسنا من بعد الكونفينمون عاوتاني مني كاع حلو صحاب التواب، ما كانش لو شوا كبير في التواب، كان غير اللي عنده شي ستوك تيخرجو، وانا ما بغيتش نتسرع حتى ندير حاجه زعما اللي تبقى ليا او موان واحد 5 سنين هكاك عاد الانسان يقول نبدل. المهم عرفت كثرت عليكم الهضره في هذا الفيديو، ولكن كي قلت لكم غير بغيت نجاوب على حساب الجولة الصالون بزاف اللي كطلبوها مني. وواحد القضيه غنشر بزاف عاوتاني لي كومونتير كتسولوني على هذا البركيني اللي كنت بارطاجيت معكم ملي مشيت لابيسين، كتقول لي انا بلاصه في سوق الحد البنات ما خديتوش في سوق الحد، خديتو في السوق ديال انسكان سوق 3، وانا نعطيكم النعت بالضبط. عرفتوا ملي كتدخلوا من الباب ديال جهه صحاب الخضره، الباب الكبير هذا اللي موالي الجهه هاديه، تدخلوا معاه الدوره الاولى على يديكم اللي من فين كاينين صحاب الخضره والدجاج، سيروا النيشان تيحبسكم الحيط، وهاد الدور على يديكم اليسر ونزلوا النيشان على يديكم اللي من كاينين صحاب التواب اصحاب الملاحف
الجمالة اللي كيبيعوا بالجملة والبيجامات وهذا، وحداهم اون فاس معاهم كاينين صحاب الخضرة. سيروا طل الاخر، طل في الاخر، انا راه خديت البوركيني كي قلت لكم عند المحل اللي ما قبل الاخير، غير في داك الصف كي قلت لكم اون فوا الدور على صحاب الدجاج سيروا النيشان تيحبسوكم المحلات، نزلوا مع داك الصف ديال المحلات، المحل اللي ما قبل الاخير هو عند من خديته 250 درهم، خديته في الصيف ديال داك العام، لا يعني في الصيف اللي قبل هاد العام اللي فات، لان هاد العام اللي فات اصلا ما كان بيع ما كان شرا. ديك الساعه فاش خديته كي قلت لكم 250 درهم، شوفوا دابا راه مده عامين، راه صدق ليا غزال الحمد لله. مشيت بيه لابيسين، مشيت بيه البحر، زعما عمت بيه مرارا وتكرارا، وحتى ديك باش نعاود ليه باش نخيطو زعما، ولا حيت انا اون فوا خديته اشنو درت ليه؟ عاودت ليه الخياطه كامله، سكيل في ما عمرو تقطع ليا الحمد لله، لحد الساعه راه باقي مزيان، ما كان عندي مشكل ديال البوركيني واخا كنخيطو سيختو مع لابيسين والتوبوغون وهذا كيتقطعوا ليا دغيا، هذا الحمد لله لحد الساعه مزيان. بون المهم نمشي اول حاجه نبدل حوايجي، نرتاح شويه غير نتنفس، راه الفولار مني الشال ديالي مني درتو في الصباح ما حيدتوش، راه صافي تخنقت، واليوم كاينه واحد الحراره واحد الصهد كاين، الله يرحمنا وصافي. المهم هانتوما معايا نكملوا النهار. ودخلت للكوزينه غادي نوجد سلطه نبارطاجيها معكم. هادشي بالنسبه للغدا، السلطه كتجي غزاله بزاف. خديت هنايا طوماط سوريز قطعتها هكا على الطول، ضفت ليها كذلك الفرماج ساندويش مقطع. المهم اي اضافات عندكم زيدوها اللي بغيتو على حسب شنو كتبغيو. خديت هنا خيزو حكيتو هكا طويل، كيجي فيها صراحه خيزو زوين منعشه ديال هاد الصيف، وكتجي لذيذه بزاف، وكي قلت لكم كتكون متنوعه. ضفت ليها كذلك لافوكا مقطعه، اكيد قطعتها ورشيت عليها شويه د الحامض باش ما تكحلش لينا. ضفت ليها كذلك هنايا المايس، وهنايا ضفت الفرماج الإيطالي مقطع، اي نوع ديال الفرماج عندكم، عندكم الفرماج مقطع محكوك اللي كان، المايس كما كنقول لكم دائما لي برودوي ديال الكونسيرف ضروري ما تشلوهم البنات قبل باش تنقصوا من المواد الحافظه. ضفت كذلك الزيتون مقطع دوائر، وغادي نضيف كذلك هنايا شويه ديال الجبن، عندي حتى هو قطعته هذاك الجبن اللي كناخذو سو فورم ديال المورتاديلا ديال الراعي، هذاك هو اللي ضفت. وضفت ليها الطون، هنايا الطون ضفت ديال الطام، كناخذ هذيك العلبه الكبيره كنحتفظ بها في الثلاجه، كنديرها في بوطه ديال الزاج كتسد مزيان، كتبقى عندي مده طويله، وهكا كطلع لكم شويه اقتصاديه. واخر اضافه اللي ضفت هنايا هو الخس، شديته وقطعته باش يجي تقريبا كل شيء في واحد القياس. صافي هنايا غادي نجي غادي نخلط الكل جيدا، ولكن قبل غادي ندير في شي صلادي هكا كبيره اللي نقدر انني نخلط فيها بلا ما يتشتت ليا المكونات اللي كاينين عندي. غادي نخلط كي قلت لكم مزيان، هنايا ما ضفتش حتى شي اضافه، ما كنضيف والو، دائما تنقول لكم اي حاجه غادي نخلطوها ما نضيفوا ليها لاصوص حتى تخلط، لان ملي كنضيفوا لاصوص بحال كتجمع لينا المكونات في واحد البلاصه. المهم غادي نخلط مزيان. عاد ديك الساعه بالنسبه للصوص، انا كنستعمل صوص فينيغريت ديال ستار، وسورتو هذيك بالموطارد لونسيان كتكون زوينه زوينه بزاف، واحد الاضافه اللي كتضيف بنه ديال لي سلطات ديالكم هي الزيت ديال الاركان، خطيره في لي سلطات. شتي الا درتو غير سلطه ديال المطيشه والبصله ودرتو فيها زيت الاركان كتعطي واحد لوكو زوين بزاف، وهذه هي لاصوص اللي قلت لكم بلا موطارد لونسيان، جربت ديال كارفور جربت بزاف، هذه ديال ستار لحد الساعه هي اللي عجباني، جربت ديال كازينو حتى هي، انا فضلت هذه منهم كاملين. صافي كنخلط مزيان وصافي غادي نخليها في الثلاجه كي قلت لكم، هذه نورمالمون الغدا ديال الغدا ان شاء الله. كنوجدوا بالليل، سواء كنوجد بالليل او الا كنت عيانه كنخليها للغدا في الصباح، وكندير شي حاجه خفيفه و دو بريفيرونس البنات من الاحسن انكم لاصوص ما ديروه حتى الغد ليه، او حتى تبغيو تقدموا لاصالات حيت كتخليها تطلق الماء، ولكن انا في الصباح عارفه راسي جرينا جرينا، يلا انت يلا كنجيبها كي كنقولوا بيل بوال. غادي لاصالات غادي نرافقها مع واحد الكراتان اللي كيجي سهل سهل مهل، هو هذا كان عندي دجاج نورمالمون درتو ليهم في الغداء، داك اللي شاط شديتو فرتتو، ضفت عليه البطاطا، بطاطا شديتها قطعتها مربعات
وقليتها. بالنسبه للناس اللي ما بغينش يقليوها تقدروا انكم ديروها في الفران، غير تدهنوها هكا بشويه ديال الزيت وتدخلوها الفران تطيب، غير هي تاخذ منكم شويه الوقت. صافي، وغادي نجي نخلط المكونات كامله مع بعضياتها، بحيث انني غادي نتاكد ان البطاطا وداك الدجاج مفرقين عندنا بالتوازي في البيريكس او في المول ديال الفران. اكيد المول دهنته هو الاول بالزبده. خديت هنا واحد الكونتيتي ديال الفرماج الإدام محكوك، وعندي كذلك الموتزاريلا. الموتزاريلا غير باش تعطيني التعليكه. صافي، غادي نخلط نورمالمون هاد الفرماج ضيفوه من الاول، انا كنت نسيتو داكشي علاش عاوتاني كنخلط من الاول. غادي نجي غادي ناخذ البيض، البيض على حساب المول او على حساب البيريكس اللي استعملته. انا هاد المول عندي شويه كبير، هز لي تقريبا واحد 12 بيضه. صافي، البيض غادي نشدو، غادي نضيف لي شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نخلط مزيان، وغادي نخويه فوق هادوك المكونات اللي عندي. هاد الكراتان كيجيني حتى حاجه ما كتضيع، ما كيحتاجش منكم شي حاجه كثيره، يعني البقايا ديال داكشي اللي بقى لكم في الغداء، وما كديروا لا بيشاميل لا والو، فيت في. صافي، غندخلوا الفران، ندي ليه شويه الفرماج من الفوق، وغادي ندخلوا الفران باردون الجهد اللي غادي يتكراتينا ليه الوجه ديالو. فوالا، كي قلت لكم درت ليه هنايا الإدام كيف ما كتشوفوا، والموتزاريلا حتى هي درتها من الفوق. صافي، ما كياخدش وقت بزاف، غير ما تجهدوش الفران. الا جهدتو الفران غيتحمر لكم من الفوق، وغيبقى البيض في التحت خضر. المهم انا كنشعل الفوق والتحت. الفران درتو تقريبا على 190 هكاك، ما بين 180 و200 درجه، كتبقى غير على حساب الفران اللي عندكم. صافي، ضفت الكميه اللي عندي ديال الفرماج، غطيت حاولت نغطيها كالوجه، ودخلتها. كيجي البنات غزال هذا الكراتان، ما كياخدش وقت بزاف، بحكم راه شفتوا انا امتى دخلت للدار، يعني كنت ضروري ندير شي حاجه هكا خفيفه اللي دغيا توجد ديال هاد الصاد، وما تاخدش معايا وقت بزاف. فوالا هي لا سالاد، زدت ليها بودور الشيا. البنات نسيت ما قلت عليكم، انا شنو كندير واحد القضيه، كناخذ بودور الشيا كنخوي عليهم الماء، وكنديرهم في شي بواطه، وكنحطها في الثلاجه الوقت اللي بيتها، كنلقاهم هكا واجدين منفوخين كنستعملهم. والكراتان ها نتوما كيف كيجي غاطيني مزيان من الفوق، وكيجي بنين. البنات هذاك اللي كيبان لكم راه غير الزبده، هي كيف ما وريتكم راه كتمسح، مسحت مزيان هكا جنب المول. والكراتان كيجي لذيد بزاف. واحد الاضافه تقدروا تزيدوها هي انكم تاخذوا بصلاته، هي تقطعوها طويله وتشحروها، كتجي معاه زوينه.